سلام المسيح لنا جميعا. خلونا نصلي. شكرا إليك يا رب، أنت في يدك كل السلطان، أنت الجالس على العرش، أنت ملك المجد. نقول مع صاحب المزمور: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. كل شيء من عندك يا رب، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. باركي يا نفسي الرب، من بارك اسمك العظيم، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق فيتمنى. من بارك اسمك القدوس في هذا اليوم، نستودعك هذه الساعة لكي أنت تتمجد، أنت صاحب المجد. شكرا إليك يا رب، رافقنا الآن في اسم المسيح، آمين. فعم نتابع سلسلتنا في روميا 9 إلى 11. اليوم رح نتناول الأعداد 25 إلى 29 من روميا 9، لأنه الآن نصل إلى الأمم، موقف الله من الأمم، موقفنا نحن الأمميين من أنفسنا ومن الأمم، لأنه عم بيجاوب على السؤال نفسه. طيب والعالم إذا كان هيك صار مع بني إسرائيل، والعالم إذا هدول ما آمنوا، وباقي البشر، والعالم والبشرية كلها إلى آخره. فعم نتناول مواضيع طبعا كبيرة، لأنه الكتاب المقدس يتناولها، وخاصة في هذا المقطع الكتابي. فمراجعة سريعة للإصحاح 9 بيكون من العدد 1 إلى 5. شفنا أنه في أزمة إيمان تتعلق بمواعيد الله، لأنه الكثير من شعب العهد القديم لم يؤمن. شو عم بيصير؟ في الأعداد 6 إلى 13 بيجي الجواب بالوحي طبعا، أو جزء من الجواب، أن كلمة الله لم تسقط، لأنه ليس كل إسرائيل هو إسرائيل الحقيقي، مش كلهم أولاد الوعد، مش كلهم النسل الحقيقي البقية التقية، يعني بمعنى آخر مش كلهم يؤمنون. نفس الشيء بالعالم اليوم، الكل قابل للخلاص، قابلية الخلاص موجودة ومتاحة للجميع، ولكن ليس الكل يخلص، ليس الكل يؤمن. وهذا كله طبعا يقع تحت سيادة الله وحريته في الدعوة وفي الاختيار وفي التعيين، ومثل ما عم نحكي، ولكن في نفس الوقت هناك المسؤولية الأخلاقية على الإنسان أمام الله أن يتجاوب، أن يؤمن، أن يتوب ويقبل إلى المسيح ويتخذ منه كنزا حقيقيا لقلبه لحياته. بعدين بالأعداد 14 إلى 23 الله بيعمل بسيادته بحريته مثل ما شفنا، ويبقى الإنسان خاطئا ومتمردا ومسؤولا في الوقت نفسه أمامه. وفي العدد 24 مطرح ما انتهينا الفرة اللي فاتت، إنه الله في رحمته هو يعين آنية الرحمة، هو بيصب رحمته على آنية الرحمة من اليهود ومن الأمم، من جميع البشر على حد سواء ودون استثناء ودون تفرقة أو تمييز. فإذا كلمة الله، وعد الله لم يسقط، الله عم بيتمم كلامه ووعده بطريقة ممكن غير متوقعة كما يظن البعض، لأنه ليس بالمفهوم البشري يعمل الله، ليس بالمنطق البشري أو التوقع البشري يعمل الله، بل يعمل في سيادته وحريته ورحمته وعدالته. اليوم نجي للأعداد 25 إلى 29، رح يتناول هذا الموضوع، موضوع الأمم بشكل مباشر، ورح يكمل أنه كلمة الله لا تسقط ولم تسقط، لأنه بعده مثل ما عمل لغاية الآن
عم بيرجع ويقتبس من العهد القديم، اليوم رح يقتبس من الأنبياء هوشع وأشعياء، حتى كمان يظهر أنه كلمة الله لم تسقط، بس لازم نفهم معناها وفي سياقها وفي سياق الكتاب المقدس الأوسع. فهذه هي الأعداد، نقرأها بداية. كما يقول في هوشع أيضا، فإذن مباشرة بعد العدد 24 اللي التي أيضا دعانا نحن إياها، عم بيتكلم عن آنية الرحمة ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. فرجعنا إلى الوعد الأساسي الإبراهيمي في العهد القديم في سفر التكوين، أنه في هذا النسل يعني المسيح تتبارك جميع شعوب الأرض. هلأ بيكمل، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. هذا من هوشع، هلأ بيجيبنا إلى إشعياء. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. آمين. يبارك لنا الرب كلمته وقراءتها وتفسيرها ويحفظنا من الخطأ. هاي مقاطع كمان مرة بنحكي صعبة، ولكن لأنها صعبة لازم ندخل فيها ونفسرها، وبقدر الإمكان نوصل الحق لأنفسنا وللآخرين، حتى نقف أمام رحمة ونعمة الله منبهرين تماما، لأنه كل هذا بالنهاية هو لولا النعمة، لولا نعمة الله. فإذن رح نشوف الاقتباسات هذه في أماكنها، هوشع وإشعياء. يبدأ بهوشع، لازم نرجع إلى هوشع. أول شيء بيقتبس من الإصحاح الثاني والأعداد 20 إلى 22، هيك أتأكد منها. فبعد ما بيقول باثنين بواحد عشرة، خلينا نرجع لواحد ستة، نراجع بسرعة. يعني هوشع بيمثل طبعا الشعب، والله عم بيتعامل معه بطريقة معينة إنه يتزوج، وهذه طبعا صورة عن الله وشعبه. بعدين الزوجة لا تكون أمينة أو وفية في العلاقة، ولكن هوشع يؤمر بأن يذهب وراءها ويفتديها من سوق الزنا والعبودية، وطبعا صورة لله الذي أيضا يلاحق أو يتابع شعبه ويريد أن يرجعه إليه. بس بنفس الوقت رح يحكي لنا أنه مش الكل رح يرجع، مش الكل رح يتوب، مش الكل رح يؤمن، ولكن هناك بقية، هناك نسل معين سوف يعود ويتوب ويؤمن. فمشان هيك لما بيجوا الأولاد لهوشع بيقول سميهم، ادعو اسمها لو رحامة، يعني بلا رحمة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا. فطبعا هون عم بيتكلم عن السبي وعن الأمور الآتية. هوشع أكثر بيهتم
الأسباط العشرة من المملكة الشمالية وأشعياء بالعكس، مع أنه الاثنين طبعاً بيتكلموا إلى الجميع، بس عم نتكلم على التركيز. المهم، فمن بعد ما الله بيقول بلا رحمة أو يعني مش شعبي أو مش محبوبة، وهي الفكرة هون، لأنه بالعدد الثامن ثم فطمت لو رحامة وحبلت فولدت ابنا فقال ادعوا اسمه لو عمي لأنكم لستم شعبي. لو عمي يعني لا شعبي، وأنا لا أكون لكم، لكن يكود عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي، يقال لهم أبناء الله الحي. فنفس الفكرة أنه هذا القرار مش نهائي، لأنه الذي يعود ويكون من الشعب. ما حدا يستحق أن يكون شعب الله. الله ما اختار هذا الشعب في القديم على أساس أي شيء صالح فيه، اختاره هو في سيادته وفي حريته ولأجل تتميم ما يريد لخلاص البشر، لمباركة جميع شعوب الأرض في شخص المسيح طبعا. بس هون عم بيقول أنه أنا سميتكم لا شعبي وبدون رحمة، ولكن برجع وبرحم وبرجع بسمي النسل اللي بيؤمن منكم، مع أنه عددكم كبير، بس اللي بيؤمنون هدول هم بيكونوا شعبي، بيكونوا أبنائي الحقيقيين. نفس الشيء حكاه طبعا في روميا 9، أنه من هو إسرائيل الحقيقي، من هو النسل الحقيقي، من هم أولاد الله أو أولاد الوعد الحقيقيون. نفس الشيء إنه الذين يؤمنون، وبيطلع هلأ عم بيحكي لنا إنه هم من اليهود ومن الأمم، ما في تفرقة، ما في يعني معاملة خاصة لنسل أو لعرق معين، ما في تفرقة أبدا عند الله. يقدم الخلاص لمن يشاء، ولكن من جميع الناس بدون تمييز وبدون تفرقة. فهوشع عم بيتعامل هيك، أو الله عم بيحكي لهوشع إنه هيك يعمل. ولما نيجي لقدام اللي هو بدأ هون ورجع لما اقتبس من هوشع، اقتبس أول من إصحاح الثاني بعدين من الأول، بس إحنا قلبناها جينا على الأول، هلأ بنيجي على الثاني. فخلينا نبدأ من 21. ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل. بعدين بيقول وأزرعها لنفسي في الأرض، وأرحم لو رحامة، وأقول للو عمي أنت شعبي، وهو يقول أنت إلهي. فإذن كمان مرة الرفض ليس نهائي، في مجال دايما للرجوع. وبده يطبقوا هذا الشيء الرسول بولس طبعا بالوحي الإلهي على الأمم، نفس الشيء، إنه صحيح الله تعامل مع هذا الشعب في القديم، بس هذا الشعب ما عنده أي حق إلهي، يعني هم امتياز إلهي، هو لهم وليس للآخرين، أو هو لهم بسبب العرق، ما في هيك شيء، ما في امتياز إلهي معطى للبعض وليس للآخرين. الحقيقة ما حدا عنده أي امتياز أمام الله، سوى أن الله هو برحمته وبنعمته يختار الإنسان ويدعوه إليه من جميع البشر. حتى في العهد القديم كان القصد أنه تتبارك جميع شعوب الأرض بواسطة هذا الشعب، كان القصد أنه هذا الشعب يعيش هذا النور وهذه الحياة أمام، وهذه القداسة أمام الشعوب الأخرى، حتى تنجذب الشعوب الأخرى إلى الإله الحي، إلى المخلص الفادي الحقيقي. ونفس الشيء في العهد الجديد، بس صارت الصورة أوضح، لأنه هناك إرسالية إلى جميع شعوب الأرض، بينما في العهد القديم كان المفروض أن الشعوب تجتذب إلى الإله الحي بواسطة شهادة هذا الشعب في مكانه. ولكن في العهد الجديد صار اختلف الوضع، صار هناك ذهاب، هناك إرسال إلى الشعوب جمعا، كل شعوب الأرض. فإذا
هلأ بنفهم شيء. على فكرة بطرس الأولى بيأكد لنا نفس الحقيقة، نفس الحقيقة. لما نيجي إلى بطرس الأولى والأصحاح الثاني والعدد 10، الذين يعني المؤمنين الذين قبلا لم تكونوا شعبا، لاحظ لا شعب، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين، لاحظ لو رحامة بلا رحمة، وأما الآن فمرحومون. هذا نفس الإله، لأنه نفس الإله، إله العهد القديم، إله العهد الجديد، نفس الإله يرحم ويدعو الإنسان إليه حتى يصير جزء من شعبه. هو اللي ما بيكون شعبه، هو اللي بيكون ما بيكون مرحوم ولم يختبر الرحمة، بيجي وبيصير من شعب الله وبيصير يختبر الرحمة. طبعا في العهد الجديد معناها الشعب هو الكنيسة، جسد المسيح. احنا ما بنحكي طائفة، بنحكي جسد المسيح بشكل عام، كل المؤمنين به من أي خلفية أو طائفة كانوا، لأنه مش مجرد أنه إنسان يدعى مسيحيا يعني هو مؤمن بالمسيح. احنا بنعرف هذا الشيء، المسألة ليست بالوراثة، مسألة بالإيمان. لما الإنسان بيختبر المسيح ككنزه الحقيقي، كرب ومخلص وفادي على قلبه وحياته، كغافر ذنوبه ومانح حياته وحياته الأبدية. فكل جسد المسيح إذن، كل الكنيسة المسكونية بتصير شعبه من كل الخلفيات، من يهود وأمم، ما بقى فيه جدار فاصل، خلص انشال هذا الجدار الفاصل، والله عم يتعامل مع جميع الناس بنفس الطريقة، ما في امتيازات خاصة للبعض على أساس العرق أو أي نوع من الخلفية أو الإنجاز البشري أو حتى نسبة للأعمال الصالحة للإنسان بيحاول يبرر نفسه فيها. هذه كلها تلغى، بيصير كلنا سواسي أمام الله على حد سواء، بيتعامل معنا وبيقدم إلنا النعمة اللي نحن لا نستحقها، بيقدم إلنا الرحمة التي نحن لا نستحقها. بالعكس، نحن خطايانا تستوجب علينا حقا وعدلا الدينونة الكاملة والنهائية، ولكن المسيح يأتي يتجسد، يعيش حياة الكمال، يقدم الذبيحة الكاملة التي هو نفسه على الصليب من أجلنا، يختبر الموت، يذوق الموت من أجلنا وفي مكاننا، ويقوم ويقهر الموت ويظهر ويصعد، ويعطي الإرسالية العظمى. طبعا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم قبل أن يصعد، يصعد ويجلس عن يمين العظمة، يشفع فينا، يشفع في جميع الذين يأتون إليه، ويرسل الروح القدس إلى كل وليسكن في كل من يؤمن به، حتى يمكنوا من حياة القداسة، حتى يمكنوا من حياة الإيمان والرجاء والتمسك بالمسيح، حتى يعرف قيمة المسيح، حتى يكنز المسيح ويكون المسيح كفايته وكنزه وبره وسلامه. آمين. فإذا هذا القصد من كل هذا الكلام، بيرجعنا بولس إلى وراء بالوحي الإلهي حتى نعرف أنه هذه مواعيد الله هي لنا جميعا، وهيك الله تعامل وهيك الله لا يزال يتعامل. فمشان هيك عم بيقول هذه، يستخدم هذه العبارات، ليس شعبي بصير شعبي، ليست محبوبة بتصير محبوبة، لستم شعبي بتصيروا مدعوين أبناء الله الحي. طبعا شيء عظيم جدا جدا، حقيقة عظيمة جدا جدا. هلأ بنيجي إشعياء ابتداء من عدد 27، وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، فهذا بيرجعنا إلى إشعياء. خلينا نشوف من وين عم بيقتبس. عم بيقتبس من إشعياء 10 ومن إشعياء 1، وطبعا في إشارة أيضا إلى إشعياء 14، رح نبلش هناك. إشعياء 14-24، إشعياء 14-24
القصد انه طبعا هو يلمح اليه بطريقه واضحه انه الشيء اللي الله بينويه يصير، الشيء اللي الله يخطط له يتم، الشيء اللي الله يقضي به في سيادته في حريته لازم يصير. فبيقول: قد حلف رب الجنود قائلا انه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت. هذا هو القضاء المقضي به على كل الأرض، وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم. لاحظ الله يتعامل مع الجميع، فإن رب الجنود قد قضى فمن يبطل، ويده هي الممدودة فمن يردها، من كل النواحي، من ناحية الخلاص أو من ناحية الدينونة، لأنه كمان ما ننسى أنه عم يتكلم في سياق دينونة، إن كان في هوشع أو في إشعياء أيضا. فهلأ بنرجع إلى إشعياء 10 شوي لورا، مش هيك؟ لأنه هو عم بيقتبس من إشعياء. إن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر، خلينا نشوف، هي نفسها من إشعياء 10 21 و22، عم بيتكلم عن البقية، بقية إسرائيل والناجين من يعقوب. يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق، ترجع البقية وبقية يعقوب إلى الله القدير. ففي رجوع، مش عم بيتكلم فقط رجوع من السبي، هذا موضوع ثاني، عم بيتكلم رجوع إلى الله. في بقية تعود ترجع إلى الله، بمعنى تؤمن، تتوب وتؤمن في مفهوم العهد الجديد، يعني في توبة ورجوع إلى المسيح، إلى الله. لأنه وأن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر، ترجع بقية منه. مسألة مش بالكثرة، المسألة مش بالعدد، المسألة بالإيمان. قد قضي بفناء فائد بالعدل، لأن السيد الرب، رب الجنود، يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. هذا في سيادة الله، في حريته. هذا الله يصنع كما يشاء، بده يفني يفني، بده يقضي يقضي، بده يرحم يرحم، بده يخلص يخلص، بده يفتح قلب بيفتح القلب، بيفتح القلب مثل ما فتح قلبك وقلبي. احنا الخطاة، احنا المستأهلين، العذاب الأبدي حقا وعدلا. بأشعياء 1 بأشعياء 1:9 شوف كمان شو بيقول، وهذا اللي بيقتبس منه هنا في نهاية المقطع اللي قرأناه اليوم، يعني العدد 29. لولا أن رب الجنود، مسألة تتعلق برب الجنود، يعني رب السماء والأرض، رب العالم، رب الكون، رب الشعوب كلها. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة، لو الله ما تحرك وعمل، لو الله ما في سيادة عمل وخلص ناس، أبقى لنا بقية صغيرة. نفس الشيء إلنا في العهد الجديد، لو الله ما خلصنا لصرنا مثل صدوم وشبهنا عمورة. هيك بينتهي على فكرة هذا المقطع في رومية 9:29، وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. يعني شو؟ يعني إذا شعبه في العهد القديم عم بيحكي له هيك، كيف يعني كل شعوب الأرض؟ كلنا نفس الشيء، سواسي أمامه، عم بيتعامل معنا على حد سواء، كلنا مصيرنا مثل صدوم وعمورة. هي الفكرة، صدوم وعمورة، يعني هذه عينة كبيرة من صب غضب الله على فجور الإنسان، على خطية الإنسان، على تمرد الإنسان، على رفض الإنسان لإلهه، على اختيار الإنسان طريقه هو، كما يراه هو، كما يحسن في عينيه هو، وليس كما يريد الله. صدوم وعمور، شو صار فيهم؟ ومين اللي خلص منهم؟ ما في إلا لوط وعائلته، ما في.
فكان هناك مصب لغضب الله. وعم بيقول هون إنه كلنا نستحق أن ينصب علينا غضب الله لأننا جميعا فجار وخطاة ومذنبين ومتمردين على الله، كلنا بدون تمييز وبدون استثناء. يعني لما بيحكي لنا بنفس الرسالة إنه الله بيبحث وبيشوف هل هناك من يعمل الصلاح، بيقول ولا واحد، ولا واحد، وكلنا سواسي في هذا الموضوع. ما في مسألة يهود أفضل من هدول ولا هدول أفضل من هدول، كلنا سواسي في هذا الموضوع. كلنا نستحق المصير اللي واجهوه ناس صدوم وعمورة في كما نقرأ في سفر التكوين، كلنا. ولكن لولا النعمة، لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا، وهذا شيء حلو كلمة نسل، لأن النسل بيجيب بعد مش هيك؟ فإذا إحنا اللي اختارنا، وإحنا اللي تجاوبنا، وإحنا اللي قمنا بالمسؤولية الأخلاقية وتبنا وآمنا بالمسيح وانفتحت أعيننا وانفتحت قلوبنا وشفنا نور إنجيل مجد المسيح وآمنا، فإحنا كمان ندعو آخرين إلى الإيمان وبنتلمذ ناس آخرين وهم كمان وهم كمان وهم كمان. فهكذا يعني إذا بدأت تفكر بالدعوة الإلهية فكر فيها بهذه الطريقة مشان ما نغلط. الله يدعو صح، الله يختار صح، الله يفتح القلب أكيد. أصلا إمكانية الإيمان مش موجودة لولا الله لم يضعها هناك. واضح هذا الشيء، الرحمة والنعمة وكل شيء من الله، هو الطرف، هو اللي أرسل ابنه، هو اللي تجسد من أجلنا المسيح، هو اللي عاش حياة الكمال، هو اللي ذهب إلى الصليب، هو اللي مات، هو اللي قام، هو اللي صعد، هو اللي جالس عن يمين العظمة يشفع فينا، هو اللي أرسل الروح القدس. كل العمل عمل الله، ما في شيء إحنا بندخل فيه إنه حتى نفتخر نحكي هذا عملنا. بس بنفس الوقت لما نفكر بدعوة الله بنفكر أيضا بمسؤولية الإنسان وحرية الإنسان في أن يتجاوب مع دعوة الله، لأنه ما إحنا ما عدنا بر بالنهاية، لازم يحسب لنا بر المسيح، ولا يحسب لنا بر المسيح إلا بالإيمان مش بالأعمال. وهذا كل فحوى رسالة روميا، وهذا كل جوهر الكتاب المقدس كله، وخاصة العهد الجديد بتصير هذه الحقيقة واضحة جدا. بس حتى بالعهد القديم، وآمن إبراهيم فحسب له برا، أما البار فبالإيمان يحيى. هنا لولا النعمة، خلينا نشوف بعض الأمور اللي بتتعلق بهذا المقطع اللي عم بيكشف أمامنا أمور عظيمة جدا. بس في استنتاجات رح نصل إليها الآن، على الأقل البعض منها، في استنتاجات كثيرة أكيد، بس أنا قصدي أنه تتعلق بالكنيسة، تتعلق بشعب الله، تتعلق بالأمم، وتتعلق أيضا أنه كيف إحنا بدنا نميز وكيف بدنا نتعامل مع العهد القديم والجديد. هاي الفكرة. فأول شيء بدنا نحكيه أنه لازم نصحح رؤيتنا، نظرتنا لله ولغضب الله وكيف أنه ينقذ الإنسان من غضبه. فهذه حكيناها، نفهم هون أنه وبالكتاب المقدس وبروميا بالذات وفي هذه الإصحاحات بالذات أنه الله هو الذي يعمل مش الإنسان. ما في مسألة سعي أو جهد أو امتياز بشري معين أو عرقي، ما في أي شيء هيك. الله هو الذي يعمل في حريته وفي سيادته ويرحم ويخلص من يشاء، يخلص الإنسان. هو اللي بالنهاية بيدعونا وإحنا بنؤمن وهو بمجدنا، بنكون معه إلى الأبد. ثانية، لازم نلغي مسألة الامتياز العرقي
أو التمييز العنصري أو الكبرياء العرقي. خلص بنلغي بالمرة، شيله من راسك، هذا أشيله من راسي، أشيله من قلبي، رب يعيننا. لأنه ما في أي أساس للعرق في مسألة الإيمان والدعوة الإلهية للخلاص، كله يتعلق به هو في رحمته ونعمته كمان. وهذا الشيء بيجيبنا إلى حقيقة سياسية واقعة إحنا بنعيشها في العالم اللي إحنا عايشين فيه، ما بنغمض عينينا وبنهرب، بدنا نشوف الواقع وبدنا نفسر صحيح الكلمة على الواقع، وبدنا نعرف نتعامل مع الناس بطريقة كتابية برحمة وعدالة مع الجميع. فهذا بيجيبنا إلى المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، هو هون عم بيتناول هذا الشيء، عم بيقول إنه اليهود ما عندهم حق يقولوا إنه إحنا عرق خاص والله ما بيتعامل إلا معنا إحنا وبس، وما دام إحنا يهود تلقائيا إحنا مخلصين، إحنا مؤمنين، إحنا تائبين تلقائيا، ما في هيك شيء. مش الكل، الكل قابل للخلاص ولكن ليس الكل يخلص. ونفس الشيء عم بينطبق على الأمم، هيدا الفكرة هون. إذا هيك الله عم بيتعامل مع شعب العهد القديم، فهو يتعامل بنفس الطريقة مع الشعب العهد الجديد، مع أنه في فارق طبعا. هذا كان مرتبط بأرض وبمنطقة جغرافية، وكان يعني متناسل أو نازل من عرق معين، مع أنه مش محدود عليه، لأنه أي شخص ممكن يجي وينتمي إلى شعب الله أكيد. بس بجيبنا لهذه المسألة اليوم، شو هو الوضع؟ واضح المسيح نفسه بيحكي في لوقا 10:16 إنه الذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرفض المسيح هو رفض الله، ما في مجال. في يوحنا كمان بيحكيها عدة مرات، وفي الرسالة الأولى ليوحنا إنه الذي له الابن له الحياة، ليس له الابن ليست له الحياة، ولكن يمكث عليه غضب الله. لأنه كلنا واقعين تحت دينونة الله، حتى ترفع عنا يجب أن نؤمن بالابن. فإذا أي شعب بشكل عام، لما نتكلم عن الشعب اليهودي، يرفض أو بني إسرائيل يرفض المسيح، فهو يرفض الله. هذا ما بيعطينا حق إحنا نلعنهم أو نحن نتعامل معهم بقساوة، مش هذا القصد. إحنا رحمة الله نظهرها للجميع، ونحن مديونين للجميع بمحبة الله، ولكن القصد توضيح الأمر إنه رفض المسيح هو رفض الله. مشان هيك الشعب ما بيقدر بيحكي عن حاله إحنا شعب الله، لأنه ما بيكونوا شعب الله إلا إذا آمنوا بالمسيح. ما بيصير أي شخص جزء من شعب الله إلا بالإيمان بالمسيح. فإذا غلط إنه إحنا نكون محبذين أو مناصرين لقضية معينة بدون تمييز أبدا، لا من جهة إسرائيل ولا حتى من جهة فلسطين. يعني ما بدنا نحط كل شيء في السياق السليم الصحي الكتابي، ما بنقدر إحنا نتعامل هيك. فلما ننظر للشرق الأوسط لازم ننتبه في أمور معينة، ممكن نوقف مع هذا الطرف أو مع ذاك بحسب المسألة المختصة المعينة، ولكن بدنا نطبق دائما مقاييس الكتاب المقدس، مقاييس الرحمة والعدل تجاه الجميع بدون تمييز، بدون إعطاء أي امتيازات إلهية أو عرقية لأي فئة من البشر. لأنه ما حدا معفي وما حدا مبرر في كل أعماله بدون تمييز، ما في هيك شيء. إحنا أتباع المسيح مديونين بالمحبة للجميع، وما عندنا أي نوع من التمييز العرقي أو العنصري، لأنه هذا خطيئة شنيعة عند الله. كل إنسان هو مخلوق على صورة الله، على صورة خالقه، وإحنا ما بنقدر نحرم أي إنسان من حقوقه البشرية كإنسان. يعني حقه في أن يكون له وطن وأرض وعائلة ومسكن وملبس وشرب ومأوى وكل هذه الأمور، ويعني ما حدا عنده حق على أنه يبرر نفسه في أي نوع من هذه الأعمال المرفوضة. آمين. شو كمان؟ كيف طيب إحنا ككنيسة كشعب الله في العهد الجديد، كيف بدنا من أي خلفية كنا، كيف بدنا
نتبنى أو لا نتبنى، شو رأيك، وعود العهد القديم؟ وعود العهد القديم صارت لنا، ما إحنا إسرائيل الحقيقي، إحنا شعب الله، إحنا ما لغينا يعني من ناحية العرق إنه بني إسرائيل بالنهاية مثل ما رح بنشوف بعدين في إيرومية 11 إنه الله رح يتعامل معهم، وفي جزء كبير منهم رح يقبل إلى الإيمان. هلأ جزء قليل منهم عم يقبل إلى الإيمان، الجزء الأكبر أكيد بكثير هو من الأمم، بس رح يجي وقت ورح الله يتعامل بشكل خاص معهم حتى جزء منهم كبأكبر من الذي يؤمن الآن أو يتجاوب الآن مع الإنجيل رح يتجاوب رح يؤمن. بس إحنا إسرائيل الحقيقي، إحنا أولاد الموعد، إحنا أولاد إبراهيم بالإيمان الحقيقيين. مسألة مش مسألة نسل عرقي أو بشري، المسألة مسألة إيمان. فإذا موعد لنا، طبعا إحنا ممكن نميز في أمور طقسية، في أمور مدنية خاصة بتعامل الله مع هذا الشعب في العهد القديم، لأنه بده يميزه عن الشعوب الأخرى من ناحية الطقسية، من ناحية الذبائح، من نواحي مدنية أيضا، حتى يكونوا شهادة، حتى يكونوا نور للعالم وللأمم، حتى ينجذبوا إلى الإله الحي. بس ما عدا هيك كل الوعود، يعني أنت بتفتح أي وعد، أنا بدي أخذ فكرت اليوم بأشعياء 41، وعود كثيرة، يعني محبة أزلية أحببتكم لذلك أدمت لكم الرحمة، الإله الأزلي هو ملجأكم ومن تحت الأزرع الأبدية. شو هاي الوعود كلها بتضيع ولا شو؟ الرب رعية فلا يعوزني شيء، يعني شو بصير؟ لا، وهي هيدا وعد عظيم هنا، في لا تخف لأني معك اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيميني بري، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك، لا تخف أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. فبنجي لوعود كثيرة مثل هاي وبنقول هل هي لنا؟ نعم هي لنا، نعم بيحكي لنا بكورنثوس الثانية 21 إنه كل وعود الله هي آمين ونعم في المسيح، ما عدا إنه قديش كم مرة الرسول بولس وبطرس وكلهم عم بيأكدوا لنا إنه كل كلام الله هو موحى به من الله وهو لنا لتأديبنا، لتشجيعنا، لتعليمنا، لتبكيتنا، للعمل فينا. روح القداسة عم بيعمل فينا بواسطة كلمة الله بعهديه القديم والجديد. احنا ما بنلغي القديم وكل وعوده، ما هي لنا، صارت لنا، بس طبعا بنميز من ناحية طقسية، من نواحي معينة، ولكن احنا الساكن فينا الروح القدس اليوم عم بياخد كل هذه الكلمة ويطبقها على حياتنا، فصلاتنا صارت شمولية أكثر، ما صارت تتعلق بمكان جغرافي معين أو بعرق بشري معين، صلاتنا شمولية. يا رب بارك شعبك في كل مكان، يا رب خلي شعبك يكون في سلام في كل مكان، يا رب خلي شعبك يتقدس إليك، يا رب خلي شعبك يحمل رسالتك بأمانة لجميع شعوب الأرض، وخلي يعيش هذا الدين، دين المحبة للجميع عن حق وصدق وبلا نفاق وبلا تفرقة أو أي نوع من المحابات. الرب يحمينا أحبائي لولا النعمة. شكرا إليك يا رب، شكرا لأجل نعمتك ورحمتك، إحنا ما نستحق ولكن أنت أقبلت إلينا، أنت أتيت إلينا، المبادرة كلها منك يا رب، أنت تدعو، أنت تخلص، أنت ترحم، إحنا شعبك، لما كنا مرحومين صرنا مرحومين، لما كنا شعب صرنا شعبك. شكرا إليك يا رب، وبنصلي يا رب، بنصلي إنه نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، وبنصلي إنه نفتح أفواهنا ونفتح حياتنا وقلوبنا ونشهد للجميع عن حقك، عن حبك، عن خلاصك، عن رحمتك، عن إنجيلك يا رب، حاملين هذه اللؤلؤ الثمين، هذا الإنجيل، هذا الكنز، وإحنا مجرد أواني خزفية. استخدمنا لمجد اسمك، لننقص نحن وتزيد أنت
في حياتنا في أيامنا، إلى أن نلتقي بك ونكون معك في المجد. مجدنا يا رب، مجد شعبك، مجد اسمك بواسطتنا من خلالنا. أنت تتمجد يا ربي في كل الأرض بين كل الشعوب، من مشرق الشمس إلى مغربها. اسم الرب مسبح ليتقدس اسمك أنت يا رب. شكرا إليك، شكرا إليك، في اسم المسيح الذي له مع الآب والروح القدس كل إكرام إلى دهر الدهور. آمين.